سلام، اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الغلط اللي هو سائد في شهر رمضان الفضيل، هي الكثره ديال لا كونسوماسيون او الاستهلاك ديال المواد السكريه. اي مالوغوزمون كنبداو بالمشبوك بالمقروط وبالشباكيه وتنكملوها في الاخر حتى تتلقى راسنا معمرين واحد المصران ديالنا، ما كنبقاوش مكونسونطرين في التراويح ولاني كنوليو مكونسونطرين في المصران كيفاش يدير ليه هضم ليه هاد السكريات هادي وناسين القران. ايه كلوا السكريات، هي واحد الحاجه اللي هي مهمه وكتعطيني واحد الطاقه اللي هي اساسيه، انما كل السكريات اللي هي سكريات طبيعيه وليست بسكريات اللي هي اصطناعيه. هاد السكريات الغير اصطناعيه هي السكريات اللي كنلقى في الفواكه، هي اللي كنلقى كذلك في الليجوم. انما نيفيتي السكرين والسكرين والممارين والى ما غير ذلك من هاد السميات هادو، لحقاش كيعطوني واحد لوغو ديال السكر، انما الاضرار ديالهم كتكون وخيمه على الصحه، فيها ضرر كبير، ممكن تعطيني الديابيت، ممكن تعطيني سمنه، ممكن تعطيني مشكل كذلك حتى ديال السنان، وممكن تعطيني مجموعه ديال الامراض او الاورام السرطانيه. كل السكر انما بطريقه طبيعيه وليس بطريقه اصطناعيه. ما تنساش صحتك مسؤوليتك، حافظ عليها.